هذا وأجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء موسعا مع أعضاء السفارة والعاملين بالقسم القنصلي وعدد من ممثلي الجالية المصرية بالأردن، وذلك بمقر السفارة المصرية في عمان، حيث وجه عبد العاطي بحتمية إيلاء أقصى درجات العناية والاهتمام لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة، سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب، بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة، فضلا عن ضرورة الاهتمام البالغ بمواصلة تحديث ورقمنة منظومة الخدمات القنصلية، وذلك لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات القنصلية في أسرع وقت والارتقاء بجودتها.